الاخبار هيدي الغزال. لا تنسى الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديده. كنتعطل عليكم شي شويه ما تعذروا، راني مشغول، عرفتوا الميساجات في الانستغرام لمي ما كتحطيش فيديوهات في يوتيوب، اليوتيوب الناس كيدي الوقت بزاف، دونك سمحوا لي الا حطيت فيديو ولا جوج ولا ثلاثه في الاسبوع انا المباركه. المهم هاد النهار هذا هو الليله ديال العيد، انا نتوما عارفين خدامه ومشغوله وعندي الوقت فريمون، البلانينغ ديالي عامر بلا قياس، يعني مره ما عنديش الوقت، زيد عليا القرايه 3 ايام، زيد عليا ستاج، المهم مرونه شوي شويه. فخليت كلشي هذا العام تن ليله العيد، مشيت شريت الحويجات من ليله العيد، راني كنعمل لكم كلشي في لي ستوري في انستغرام من عند طابالوي، وجيت نضر هاد الساعه هذه جو بونس كانت 3 ديال الليل ولا 4 3 واقيلا، كنت كنعمل معكم ستوريات في انستغرام، قديت طويلتي بحال هكذا وجمعت داري وقشوعي باش غدا ما نصبحوش مفتونين، حيت مستحيل نهار العيد نكونوا كنحطوا هذا الشيء. دونك كيف ما كتشوفوا حطيت هاد الطبيقيات، هاد الطبيقات وهاد الصناعه التقليديه، الا كنتو مهتمين بهذا الشيء كامل اللي في الطابله الا بعد لي زاكسيسوار من عند سويسلاين، لا كلوش لا ولي فورشيت ولي كوفير لا وشي لعيبات اخرين لا، مي هاد الشيء التقليدي من عند سويسلاين. وهاد السبينيه الزوينه مع السريبته ديالها هادي جابتها لي ماما هاد لامية الغزاله، هادو من المغرب. سينو هنا كنت دوزت حتى لاكسيون، كنت عملت لكم لي فلوغ وصورت معكم، ولكن بما انه ما قدنيش الوقت ديال المونتاج فما كاينش نحط لكم هاد لي فيديو دازو من قبل العيد. هنا حتى هاد لو ديفيزور ديال ريتوال ديال العود الاخر التلالي جبتو حتى هو نطلقو في الدار بما ان صباح العيد اختي، وحتى هاد السربيس الزوين اللي كتشوفو هادو لا هادو كنت جبتهم من بريمارك ديال بيلباو من اسبانيا، كنت صورتهم معكم. هاد السربيس الزوين من عند سويسلاين، وهاد السريبتات الزوينين من عند لا ميرفيوز. لا ميرفيوز كاينه في الانستغرام، دخلوا عندها الا كنتو مهتمين، من عندها لو كوفرولي ديالي ديال الفراش، من عندها فريمون الحويجات فنين. صافي دابا غادي ندوز لداك الشيء السقاطه اللي جبت الاولاد من اكسون. هاد العام عملت شي روينه بحال كل عام، كل عام كنصرف فلوس كثر من هاد الشيء، وكنشري ديك الكارطونات اللي عندي، كنشري صراحه في الاخر كلشي كنمشي غير في لاكوبل، فاكتفيت بهادو ديال اكسون. صراحه انا الوقت اللي ما كانش عندي وفكرت مع راسي قلت سي دي ديبونس اونيتيل، كنضيعوا فريمون بزاف ديال الفلوس بوغ هنا هاد الشيء كامل بهاد لي دغاب. هاد الشيء كان عندي اون استوار ديال 90 ولا 100 اورو، فغادي نقد بها الساشيات ديال الولاد، لان غادي يكونوا وليداتي وليداتها ديال هند وليداتها ديال سهام، غادي يكونوا ان شاء الله 9 ديال الوليدات في الدار. جبت لهم هذا الشيء غادي نوريكم كيف غنقدوا ساهل، وديزيتي كتبقاو ليا من العام اللي فات مكتوب عليهم مبروك العيد. فوالا بحال هكذا كنفرش حدايا كلشي، الفلوس اللي غنعطي للوليدات، الكادوات اللي جبت لبناتي باش ما كنتلفش، كنبقى نخدم اونشين وحده وحده وحده. بحال هيدا هادو ديال الكبار وهادو ديال الصغار، عملت ليهم غير 10 اورو، عملت ليهم بحال هكا لي بيتي جوي، خديتهم من اكسيون من لي بيتي جوي باش يتلهاو بيهم غدا ان شاء الله. وهذا الشيء اللي بقى غادي نجمعو، ولي بانو هذا الشيء غادي نعملو حتى الصباح حيت صافي حيت بزاف. هنايا حويجات جبتهم الهويه نتا نوريهم ليكم من بعد، مي دابا وجدت ليهم شنو غادي نلبس ليهم غدا في العيد ان شاء الله. غادي نعمل لهم ديبا بحال هكدا، و هاد الشورت اللي خديت من طابالوي قبيله مع لي شيميز بلقيتش ملقيت والو، هادي 14 عام هكداك خديتها العاليه كنطويله لي مونش، وهي ملي لقيت لها الطايه ديالها هي هاديك. فوالا وجدت ليهم هادشي اللي غنلبس ليهم في الصباح، قديت كلشي باقي عندي غير الدريسينك مربون بزاف من باقي هنا مقد. صافي وطلقت هادو ديال لا ميرفيوز، شوفوا هادو شحال فنين، هادو اللي كنتو مهتمين مع عند لا ميرفيوز، شفتوهم كيفاش مطروزين بحال هكدا. شوفوا لي موتيف ومخد، كاين هادو وكاين هادو جوج مخدات، وعملت هادو ديال الصالون المغربي القديم هكذا كندوع بيهم، جا زوين لو روندو شتو كامل امبيونس د العيد. احبي
عيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والسلامة والشفاء للناس المرض والنجاح لوليداتنا والاطمئنان والسلام الداخلي وأي حاجة زوينة كتمنى سهام كتعيدكم. ألوغ زوينة ديالي كيف ما شفتو في الصباح ودينا الوقت واحتفلنا مع وليداتنا بالبساطة أكيد، ودابا جات أختي الوقت ديال الطياب، فشنو غنعملو إن شاء الله اليوم في الوليد؟ عندي هنايا جوج كتفات ديال لانيو غادي ندخلو من الفران، غادي نوريكم طريقة سهلة، ديجا وريتكم هاد الطريقة وأغلبية ديال الناس كيعرفو هاد الطريقة، مي حيت كنصور معاكم فلوغ العيد فغادي نصور معاكم هاد الطريقة، وعلى بركة الله باش أختي ما نرونوش اليدين ديالنا، يلا خسرنا عليهم بيجي ياك يا سيام والله العظيم تي لحيتيهم، غادي ندوزو أختي نعملو ليكال ديالنا، غادي نرد اللحم يطيب وعاد غادي نبكي لأن اللحم كتاخد شوية الوقت، بيان سور كنغسلها، كاين الناس اللي مكيشوفوش اللحم مي أنا ضروري كنغسل اللحم. فوالا بحال هكذا وغادي ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير، كيفما كتشوفوا هنايا عندي الكيمه غادي نفرحها بحال هكذا باش كيدخل فيها الطياب، باش كتدخل فيها حتى شويه ديال اللقامه، ما كنعملش انا لقامه في اللحم، هنا غادي نعمل واحد لقامه عطاتها لي لمراكشيه سطور، ولكن نتوما تقدروا تعملوا غير المليحه وبزار وراق سيدنا موسى بيان سيغ وشويه الازير الا بغيت، انا ما غنعملش الازير على حساب لينا، الناس هنا كيف ما كتشوفوا غادي نستعمل هذه سميتها عطريات سيدي قاسم، الوغ علاش كتصلح؟ كتصلح الكفته مشويه، الماغينات ديال البول دانيو هو هذا الكتفه ديال لانيو، الماغينات دو بروشيت الا تعملوا الشوا، والبوف طاجين ديال البوف ولا لانيو، المهم هذه الا كنتم مهتمين سميتها عطريات سيدي قاسم، وديجا انا استعملتها فنه. الوغ غادي نعملوا واحد الزبيده هي الاولى، غادي نعمل واحد الكونتيتي شويه ديال الزبده حيت كيبغي الزبده، كل بلاصه تقطع غادي نخشي فيها الثوم وراق سيدنا موسى صافي داكشي اللي كاين، وغادي نزيد فوق منو البابيي سيلفريزي ومن بعد غادي نغطي كلشي بالالومنيوم، وي افتح الباب هاني نغطي كلشي بابيي سيلفريزي بابيي الومنيوم باش يطيب مزيان، خاصو على الاقل واحد ساعتين بالفرن، صافي بنتي غير رديت اللحم باتخي عندي ما خليت شي حاجه محلوله، غير رديت اللحم خرجت غادي نمشي نجيب ليلى وهاجر، ليلى وهاجر هما الاصدقاء ديالي جوج هما مغاربه كازاوا، وحنا انا ما عندي حد هنا وهما عندهم حد هنا وسهام وتجمعنا بحال العائله، نتوما عارفين ملي كنلقاو ملي تلقاو الناس مزيانين في حياتكم خاصكم تعطيوهم الفالور اللي كيستاهلو، حيتاش في هاد الارض دائما غيبقاو مزيانين ودائما غيبقاو الخايبين، ولكن ملي نلقاو شي واحد فريمون اللي حنا راه كنعرفو دابا حنا راه كبارين وعندنا تجارب ديالنا في الحياه ما تقولوليش، كلنا كنعرفو كلنا كنفهمو، فملي نلقاو الانسان اللي كيبغينا لله وكيبغينا على حنا خاصنا نشبرو فيه بيدنا وبرجلنا بالخصوص في هاد الغربه، وعاد زيد عليها سبحان الله ليلى انا عندي معاها الكونتاكت كنحسو من القلب ماشي دابا عاد، تقدر ليلى تكون فلاش ديال ماما انا كتجيني بحال شي اختي حيت هي زوينه وباقا صغيره وكنحس صافي غادي نمشيو موراها نمشي موراهم هما واجدين، وملي نرجع نقل الحيمه علي نطيب ولا طابت شي شويه حيت باقي خصها الوقت، ديك الساعه ندوز الخضره ديالي ومدرسي الطابله خلينا الوليدات فرحانين مسكنات كيلعبوا بسيط، عملنا عيدنا بسيط مع احبابنا، هاد الزين اللي لابسه اختي من عندي من المحل ولكن ما عرفتيش باقي لي ولا لا باقي حتى لوليا لا رسول الله عاش العلي، مرحبا بليلى، لا مرحبا يا ليلى،
وهنا جاوا الحباب. الصراحه بقات غير بلاصه عمتي مسكينه، عمتي الزهره في المغرب، وخديجه مسكينه كانت خدامه هاد النهار هذا. بنات فرحانين عرفتوا، شافوا صحابهم، شافوا عمتي، ماشي عمتي، المهم ليلى حتى هي في بلاصه عمتي، شافوا هاجر. المهم كنحاولوا، نتوما عارفين الغربه وبنادم بوحدو كيعمل الحبيب من الحجر. غير هو ما كيدخلش اي واحد للدار، وكيدخل الناس اللي كيحسبهم بحال نفسه، اللي كيثق فيهم، حيت نتوما عارفين الثقه ما بقاتش، وماشي اي واحد يدخل على وليداتنا وعلى حياتنا. من الحمد لله الله يلاقينا مع اللي احسن منا. لا هند لالا حتى هي جابت لينا الصابلي كيحمق ديال خالته اسيه. لالا اسيه لا دوزتي من هنا، الله يعطيك الخير، الصابلي ديالك رائع. وبيان سور وجدوا واحد الموالو والشوكولا، حيت البنات ما بغاوش الفروي مورا الماكله، بغاو الديسير. اللهم اللهم ارحمني عاد ارحم والديا. سيام كتبارك العيد على صحابها، وانا كنقد هادشي في هاد البلاطوات باش نحطهم، حيت خلينا داكشي النهار كله، لان جاوا الحباب من بعد، جات حسنا، جاتها ماها، فخلينا الطابله مقاده. الوغ البنات المهتمين بالطبالي ديالي، ملي حطيت لي غيال في الانستغرام والشاريو، الطبالي، الشاريو، البوفي، الكراسه، طابله سالامونجي، الكراسه سالامونجي، كلشي كلشي، لي بواني اللي من مورا، كلشي من عند نازار مبل. البنات نازار مبل جا في الشوسيت كون رقم 40، ما بوبليسيتي ما نادا فريمون. كنجاوبكم على حسب شنو كطلبوا، حيت نتوما عارفين كنجيب ديما الهميزات، انا ما كنمشي كلهم باش نبقى نعمل فلي كولا غير هكذاك وصافي، كنعمل كنجيب لكم لي بون بلون والهميزات بحال اللي كنبغيها لراسي. هادشي كلشي من عند نظر مبل. وكنت قلت لكم في انستغرام راه هو عمل واحد البرومو ديال 3 ايام، لان جاب سلعه جديده وبغى يخوي داكشي اللي في الحانوت. فالبنات اللي كيتابعوا ستوريات ديالي في انستغرام دائما كتجيهم الهمزه في نهارها، البنات اللي ما كيتابعوش كنتمنى كتكون طخوطار، ماشي مشكل نقولوها لهم في اليوتيوب. هنا حطيت لي باكي بحال كدا في هاد لو بوفي، حطيت لكوان دو كافي تما، حطيت لسالامونجي ديالنا الكبيره، وحطيت سالامونجي ديال الكوزينه، هادي فين كلينا حنا الكبار، حيت كتارين بينا تبارك الله. جوبونس كانوا الوليدات بزاف، وكنا حنا لي زادولت بزاف، امين، هاجر، ليلى، انا، هند، سهام، وجات معها من بعد يعني سبعه الناس. فالوليدات منهم ايزولي في الكوزينه، مقرابين لينا، كلشي محلول على بعضياتهم، كيجيبوا طبيصلاتهم يتسيرفاو ويرجعوا يجلسوا تما، باش كلينا منظمين ومرتبين بحال هكدا. وبالنسبه للشاريو عند اوزليم ولا نظر مبل، هذيك راه اختو مع بعضياتهم. بالنسبه للخضره سلقتان ماشي بزاف، ما خصهاش تجي طايحه، وزدت عليها لي زيبيس ديال لا مراكشيا ستور، لا مراكشيا ستور، لا ميرفيوز، هادو كاملين البنات كاينين في انستغرام، كنتم مهتمين دخلوا عندي نعطيكم لي باج ديالي. مرحبا بك ليلى، نهار كبير هذا، جلسنا نشربوا نعملوه نعملوه. هندو مرحبا بك، مرحبا بينا كامل. ليلى المهم غادي اجي سيري ناجي عملنا بوز نشربوا اتاي عاد نكملوا الغدا ديالنا وشويه اتاي. حنا جالسين خديجي كتغني شعلت الكاميرا، الزوم مسلوق، البنات لوبيا مسلوقه، الشوفلور مسلوق، بروكولي نقطع قصبر، وما عندنا شويه زويتنات. غادي نشرب من الخضره ديالي بعطريه الباربيكيو، غادي نعملها في الخضره باش تعطيها ديك الريحه المدخنه. هذه البطاطا حيت غنعملو حتى البوطيطوس، والبودره ديال الثومه موجهه للفافه منسمه، هذه كتصلح حتى هي السلطات والحشوات مملحات، فانا غنستعمل الخضره. تجي غزالك. وهنايا عندنا البطاطا غادي نسلقوها نسلق وندخلوها الفران باش تولي بوطيطوس. وبالنسبه للحيمه ديالنا طابت الزبده يا خوتي، عرفتوا تبارك الله شحال طابت الحر كيتهز على على العظم. الوغ بالنسبه للبطاطا غنزيدو فيها شويه زيت، نزيدو بعد هذا اللي كاين شويه ديال الكبر ومعدنوس وخطايط الكاع، شويه ديال البودره ديال الثومه، ديال العطريات البطاطس الباكلشات كاين ملحه بزار ثومه قصبر معدنوس ولا اعشاب منسمه وشويه البابريكا. الزيت تا هو كيجي زوين مع البطاطا، اي اعشاب منسمه كتجي زوينه مع البطاطا. معليش نعملو فيها حتى هي شويه عطريات الباربيكيو، غتزيدها غير التدخين تكون فيها الريحه المدخنه. فوالا غادي نخلطو كلشي. عملتي فيها مسكينه مجزره، سي عمي قطعت كاغوط وموس ماشي فاضي عرفتو جزراته. صافي غنخلطوها بحال هكا، غادي طيبناها نص طياب وغادي نحمروها في الفران. جي بوتيتوس فيها معناتها تجيبيني على راسي قدي، شنو عندي؟ خاصك تبزاف.
هذا هو لو بول ديالها باش ما نرونوش قشع بزاف. حطيتها انا تما اجي ناكلو حنا براسو البنات. بالنسبه للضليحات ولا الفخيضات ملي تبغيو تدخلهم الفران لويوهم بالبابي سلفوريزي، عاد لويوهم بالبابي الومنيوم وزيدوا الماء في اللاطا، عملوا واحد كاس الماء في اللاطا وعملوا البوطا الفران ديالكم على 200 وخليوه يطيب ساعتين حتى ثلاثه باش كيجي طايب الزبده كيتقطع في البلاصه وكيجي رطب حتى بالنسبه للفم. شوفوا معايا كي كيجي طيب رائع تبارك الله. عرفتي شنو لينا شنو عملتو لهم هادو الينا؟ الشاس لينا صغيره وعاليه وهي عملوا لهم لا شاس. شراو شراو لي كادو وكيقلبوا عليهم. اش كتقلبوا؟ اكوتي دو كوا. ها ايوا ها هو الغوز. لا لا سي با لي سي با ريغارد بيان اون با اون با شيرشي لي فيتمون. اه سي بون هنايا. اه سي كي سي كي سي كي اي لينا لو كادو. اه اميني لا بيان اميني لا بيان يلا يلا زيدوا ربحوه ربحوه. انا عندنا تحت يلا زيد انا تحمق 36 تاع الضحى وحده الضحى وجبت العاليه ديالي حتى هي 36 وسي غير نولينا بيان سور. لا ماها عجبتني لا توني ديالك كيتسلموا جو بو ريغاردي ماها لي بيل سي لا كلاس سي لا كلاس. انا شفت ستوري ديالكم قلت والله الا هادو داروا فيا نفس قرات على راسي شي واحد شكلها شيك واو سي جولي. مرحبا بك ماها مرحبا مرحبا. تو هكا لينا ديالي بصحة ما شيري. يلا بصحتكم توجور على زانيفرسير و توت اشيت ديالك تروب بيان. اي جو لي غير ليا moi j'ai mis ouais je voulais avoir la douzaine en plus pas trop de bonbons clé tout le avoir pas trop de bonbons. Moi je vais laisser un seul William, un seul une seule sucrerie. Moi je vais pas manger maintenant rien. Ouais alors t'es prête sachez que tu as fait le pain beaucoup. شوف شكون كيدوق ماما شوف شكون فابور علينا كاد الحلوه بزاف النهار ما لقيتونا كنجمعو كنتعاملو في النهار شو انا كنرد هادشي لبلاصتو حتى هاد لي كوفير وهادشي اللي كنخليهم ديال الضيق كيكونوا عندي هنا وحدي ما كيكون في السيرفيس زايد باش في الصباح ما نقدرش نصبح عندي التمر بزاف وانا خدامه. يمكن ليلى هادو جبتو من ليلى هذا السيرين وهادو لينا ديالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا فتحت باكي برونتي جوي ليلى. وصلتين ودو توصل الحلوه ديالهم هي 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 جوج واحد في الرغيف الحلوه واحد هند مع داكشي في الاخر كنتقاسموا مع بعضياتنا. وهذا الطبس ديال اللحم بالخضره لولدات ليلى عندها مسكين وليدها مريض وهذا ديالو ما جاش معاها وعطاهم لك دي وغلطات ودات الطبس ديال الحلوه. انت مشيتي هزيتي لي الطبس ديال الحلوه ماكله وعرفت ملي حلات باش برتي الحلوه ديري شحال تصبط دابا شنو قلتي لها هند شنو كترغبيني صدني بالكسل عملت الي غوتور هادي غير 11 دليل ضروري نوصلها. وصلت هند وسط اسهم جبتها هي البلكسل حيت غدا قاريه نعوها وهي عندها الخدمه باش عملنا العيد في نهارو. وعمت مسكينه ما قدرت تجي عمتي خدامه ولكن معليش عيدت مع العائله
داكشي نتا حيت خليتو هكداك جمعنا شويه الدنيا قبل ما نمشي، وداكشي الفطور غطيناه غير بالسمنيه باش غدا نزيدو غير فرماج والخبز والقهوه، يبقى داكشي الكيك رغيفات حليوه جبن العسل نتوما عارفين جبن عربي. دابا اختي حيت قلت نطر هادي 12 ديال الليل حيت وصلتهم وصلنا نتوما على 11 الليل. دابا غادي نعمل غير الزيت ديال كوين بيوتي، هادي هي الروتين اللي كنعمل دابا في الليل لوجهي بوحديتها، دي ماكياج وجهي بيان سيغ. ودابا غادي نعمل الزيت ديال كوين بيوتي، عاد ندخل للحس واحد الاحساس رائع ملي كتعملوها، يا سلام. غادي تهني يدي دهتي ناشفين، هادي ما كتبغيش تزول لي بسهوله، فين هذيك لا شونتيي، هادي بحال الصفرا داو هادي البنات، فين نحت هادي الزرقاء غزاله ديال النيله الزرقاء. اي شويه كنعمل في يدي فوالا طلع مختي كيف في البيت دي والله كي شده. صافي غادي نحيد لي بيجو ديالي وغادي ندخل ننعس ان شاء الله. زوينه ديالي غنشد معكم فيديو هنايا ونقول لكم مره اخرى طاح لي سدات، عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة، والله يجعل أيامنا كل عيد. والحمد لله وشكرا رب العالمين اللي كتب لنا هذا العيد، والله يطول لنا في العمر العيد الجاي إن شاء الله. تبقوا لي على خير.